بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفات وأذريت دمع العين بالعبرات وبان عرى صبري وهاجت صبابتي. رسوم ديار قد عفيت وعرايتي مدارس آيات خليت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرص لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازلك يا نتل الرشاد وللتقى وللصوم والتطهير ويل الصلوات ديار ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات أفاطم له خلت الحسين مجدلا أفاطم
قد ما تعشان بشط فرايتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرضي فلاتي توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيها قبل حين وفاتي هالنوح يا زهرة على من موت نوحين نوحك على المسموم لو نوحك على حسين حنت ونادت والدمع بالخد بادي انت سألوني يا خليق كلهم ولادي لكن صواب حسين صاطفي وأعظم مصايبنا علينا مصيبة حسين دهر رماني بالرزايا بكل غالي وشتت ولادي عن يميني وعن شماها ما شوف ساعة فارغ من النوح بالي وأعظم علي لون عناعي على حسين أنا أبكي على أولادي أبكي بوسط القبور ونسيت ضلعي بستر الباب مكسور واعظم علي مصاب محزوز الوريدين واعظم علي مصاب محزوز الوريدين إنا لله وإنا إليه راجعون.